ميرسي بوكو. تقريبا 40% تاع استهلاك الطاقه في الجزائر تابعه لوزاره السكن، وفي هذا 40% باش تكونوا على الصوره تقريبا 17 مليون طن بترول تابعه لوزاره السكن ككل. معناها سي ان غران سيكتور بور نو. الانتقال الطاقوي ينجح بفضل وزاره السكن، بس هو العنصر الاساسي مع وزاره النقل. 2 طن دو بترول بور ان ابارتمون 100 متر كاري، سي انورم. نشوفو برك باش تكونوا على الصوره، نشوفو سي ليكيفالون دو 400 لتر دو بترول دو لاني. البروجي اللي راح نقوموا به هو الجامع تاع سيدي عبد الله، انه نقوم بانجاز، وحنا الان في غضض الانتهاء من دفتر الشروط اللي متخصص لهذا الموضوع، انه نقوم بانشاء جامع اخضر، يعني وين الاستهلاك الطاقوي راح يكون في يعني في 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 في, في, في اقل درجه. تقريبا جميع السكنات اللي نقوم بانجازها هي سكنات فيها دبل فيتراج، سكنات نستعمل فيها اللاد. حتى في المدن الجديده احنا الان نشوف انه في سيدي عبد الله مثالا ولا في بوينال، كل المصابيح الخارجيه يعني تاع ليكليراج بوبليك هو سي لي بانو سولار. تقريبا في سيدي عبد الله 3000 وحده يعني قمنا بانجازها، ليكيفالون تاع 9 مليار دينار جزائري يعني.